اقتصاد عمته كان بداية شهرته، وبدأ قناته ب 500 مشاهدة بس، ومكتبة الجامعة هي اللي غيرت حياته بنبذة بسيطة عن أحمد الغندور أو الدحيح اللي ملايين من الناس كانوا بيتابعوا فيديوهاته اللي نجحت وانتشرت بشكل كبير قوي. بس ده ما كانش بيستاهل، كان الدحيح قبل ما يعمل قناته مر بعواقب كتير قوي. لكن ازاي الدحيح بدأ قناته وأرباحه قد ايه؟ وليه قرر يوقف برنامج رغم زيادة المشاهدات عليه؟ كل ده أكتر هنعرفه، بس تابعونا لنهاية الفيديو. أحمد الغندور أو الدحيح، مين فينا ما سمعش الاسم ده قبل كده؟ الشاب اللي قدر يجمع مليارات المشاهدات على قناته في يوتيوب، وده لأن طريقة تقديمه للمحتوى كانت مميزة جدا وسلسة جدا، ومش كتير يعرفوا يعملوا زيه. لكن ايه حكاية الدحيح وازاي بدأ؟ شوف يا سيدي، أصلا أحمد كان عايش في السعودية مع أهله، لكن لما وصل لمرحلة الجامعة في 2012 قرر إنه يرجع مصر ويلتحق بكلية العلوم قسم الأحياء في الجامعة الأمريكية. تقريبا بقى دي الخطوة اللي غيرت حياته علشان يعمل اسم الدحيح، وده لأن أول ما دخل الجامعة ودخل المكتبة زي ما تقول كده وقع في غرامها، بقى ليل نهار هناك علشان اكتشف كتب هناك كانت كنز، وده أصلا كانت أساس المحتوى اللي قدمه، علشان الكتب اللي قرأها في المكتبة هي المعلومات اللي بيقدمها بكل بساطة. وفي سنة 2014 قرر أحمد يشترك في مسابقة عاملها المركز البريطاني بشرح موضوع علمي معقد للجمهور في 3 دقايق، ولك أن تتخيل إن الدحيح اتكلم عن علم الوراثة والتغيرات الجينية، ورغم إن الغندور من عشاء القراءة لكن للأسف منجحش في المسابقة. لكن خسرته في المسابقة ما كانتش نهاية ليه، بالعكس دي كانت بداية علشان يقرر بعد كده يبسط العلوم بطريقته الفكاهية ويعمل قناته المعروفة باسم الدحيح اللي مشترك فيها أكتر من 1,000,000 متابع. يوم 31 شهر أغسطس سنة 2014 نشر أول حلقة بعنوان ابن مجدي عبد الغني، بس موضوع الحلقة كان عن التغيرات الجينية. بس للأسف الحلقة دي ما جابتش غير 100 مشاهدة بس، لكنه استمر في نشر فيديوهاته لحد ما اتخرج. وقتها بقى بدأ يفكر في فكرة بشكل مختلف لحد أواخر 2016، لحد ما حصل تعويم الجنيه والدولار، كان طبعا ترند وقتها، علشان كده بقى يقرر انه يعمل حلقة بعنوان قصة اقتصاد عمتك علشان تكون بداية شهرته الحقيقية، لأن الفيديو ده حقق 25 مشاهدة. في 2018 طرح الفكرة الأولى لبرنامج الدحيح عن المراوغات في كرة القدم، وده كان عن ميسي ونجحت جدا، واستمر الدحيح في نشر فيديوهات مميزة لمدة 3 سنين، جمع خلالهم 712 مليون مشاهدة و238 ألف مشاهدة على الفيسبوك و473 مليون مشاهدة على اليوتيوب، لحد سنة 2020 لما الدحيح أعلن عن وقف برنامجه، وده كان خبر صادم لملايين من المتابعين لظروف إنتاجية خاصة بقناة بلاس اي جي كان بينتشر عليها كل فيديوهاته. وعلى فكرة أرباح الدحيح السنوية ما كانتش كبيرة قوي زي ما الناس فاكرة، لأنها كانت بتتراوح ما بين 1,300 دولار أمريكي ل 20,200 دولار أمريكي. دلوقتي بقى قولنا، كنت بتتابع الدحيح ولا لا؟